السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ رمضان كريم. في حاجة عايزين نتكلم فيها كده، معارك رمضان. لو تحبوا نعمل حلقات تفصيلية عن المعارك اللي حصلت في رمضان أو المعارك عموما، اكتبوا لنا في الكومنتات. أنا هقول معلومة كده على السريع على واحدة من أهم المعارك اللي حصلت في تاريخ مصر والإسلام وفي رمضان، معركة عين جالوت. المعركة دي كانت ما بين الجيش المصري بقيادة المماليك البحرية، وكان على رأسهم السلطان سيف الدين قطز والأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ضد التتار. التتار دول قوم سكنوا شمال الصين في منغوليا كده. القوم دول كانوا يعني احتلوا العالم كله من الصين لحد روسيا لحد الخلافة العباسية، وقدروا إن هم يدمروا الخلافة العباسية اللي هي كانت يعني عاصمة العلم والعلماء، ودخلوا دمشق وبدأوا يهددوا الحدود المصرية. خرج لهم السلطان المظفر سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، وقدروا يستعيدوا منهم فلسطين والشام في معركة عين جالوت. معركة عين جالوت كانت معركة صعبة جدا، ولكن بحكمة الظاهر بيبرس وبشجاعة المظفر قطز قدرنا ننتصر، وكان أغلب الجيش من المصريين، كانوا قيادات فقط من المماليك. خطة المعركة إن الظاهر بيبرس يسحب جيش التتار لحد جنوب سهل عين جالوت، وبعد كده الجيش المصري يقفل عليهم من كل حين. فعلا نجحت الخطة دي، ولكن الجيش التتاري بقيادة كاتب غنوين، لأن هولاكو خان كان رجع الإمبراطورية عشان يساند أخوه كوبولاي في الحكم، فنص الجيش راح، ودي كانت حاجة فعلا خلت الجيش المصري ينتصر في الوقت ده. وهو ان كاتوبغا ما كانش زي هولاكو، فكاتوبغا دخل الجيش جوه السهل، ولكن ميمنة التتار كانت اقوى من ميسرة الجيش الاسلامي المسلم المصري، فقدرت الميمنة التتارية تبقى خلاص كادت ان تهزم الميسرة الاسلامية لولا تدخل السلطان المظفر قطز من على الجبل، ونزل وقال جملته الشهيرة: وإسلامية اللهم انصر عبدك قطز. دي كانت يعني الكلمة دي كانت محفزة جدا للجنود، وقدروا يعني يخشوا في معركة عين جالوت وينتصروا، وتم قتل كاتب غنوين على يد الأمير جمال الدين أكوش الشمسي، أمير شامي كان من ضمن الجيش المصري في الوقت ده، وقدر المسلمين يطردوهم لحد معركة بيسان في شرقية فلسطين المحتلة، وقدروا إن هم يعني قدروا إن هم يهزموهم في المعركة دي، وكانت يعني معركة عظيمة طبعا، معركة عين جالوت. بعد كده السلطان المظفر قطز طلع لحد الشام ولحد مياه فرقين كده جنوب تركيا وحررها منه، وهنا تخلص معركة عين جالوت. طبعا في قصص كتير في المعركة، أنا بس لخصت في الوقت البسيط ده. لو عايزيني أحكي القصة بالكامل اكتبوا لنا في التعليقات. الله يرحمه المظفر قطز والظاهر بيبرس كانوا رجال عظماء جدا، قدروا يعني ينقذوا العالم، مش هقول بس المسلمين، لا العالم من همجية التتار. ودايما أي خطر بيجي على الأمة العربية دي بينتهي هنا في مصر، سواء كان الصليبيين، التتار، أو حتى اللي ما يتسموش إن شاء الله. وقبل كده هما اتهزموا على أيدينا في 73. بشكركم وبشكر الأستاذ أحمد السيد علي، وهسيب لكم لينك قناتي في الديسكريبشن تحت، وما تنسوش تكتبوا لنا هل أنتم السلسلة دي هتعجبكم ولا لأ. شكرا.